through it all, he was a favorite of the media. Because whatever else he was, Ken Leishman was always entertaining. You were known by the police and by many of us who read newspapers and things as the guy who got on an airplane. الضيف الذي تتسابق إليه القنوات التلفزيونية لاستضافته في الستينات والسبعينات والثمانينات في كندا ليس من رواد الفضاء، ليس من العلماء، ليس من مشاهير الفن، ليس ممثلا سينمائيا كبيرا ولا إعلاميا كبيرا ولا من رجال الأعلام. هذا الرجل هو من أشهر لصوص كندا في تلك الفترة، يلقب بقاطع الطريق الطائر. لنتعرف عليه في المكتبة. يلا